محضره لك مفاجاه. سليم وحشتني قوي 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 قوي. وانت كمان يا بابا. تعالى تعالى جنبي هنا. انت وحشتني قوي. عامل ايه؟ وانت كمان يا بابا وحشتني. ما تسيبنيش لوحدي تاني. مش هسيبك تاني. انا كان عندي مشاكل وخلصت. مش هبعد عنك تاني ابدا. بجد يا بابي؟ بجد. انا زعلان عشان جده سايبني لوحدي. جده مش سايبك لوحدك. جده فوق عند ربنا بيبص علينا من فوق من البيت الجديد من الشباك صغير قد كده. البيت ده هروح نعيش فيه كلنا سوا مع بعض. مش انت زمان كنت بتشوفه بيقعد ينظف البيت مع اسماء؟ هو برضه المره دي سبقنا عشان ينظف لنا البيت ويحط لنا كل الحاجات الحلوه اللي كنا بنحبها. وقدام شويه بعدين هنروح نعيش معاه هناك. طب ليه ما خدنيش معاه؟ انا هنا لوحدي. انت مش لوحدك. طنط منى جابت لنا البيت ده عشان نعيش فيه كلنا مع بعض. هما كام يوم هسافر وهنرجع نفضل مع بعض طول العمر. مش هسيبك تاني ابدا. بجد يا بابي؟ بجد. طب خدني معاك. معلش المرة اللي جاية هاخدك معايا. انت اكتر حاجة انا بحبها في الدنيا. وانت اكتر حاجة بحبها في الدنيا. عملت لك كوبايتين شاي يا ابويا يستاهلوا بقك. اشربوا انت يا حبيبي بالهنا والشفا. انا خلاص بطلت شاي. بطلت شاي؟ ليه يا ابويا؟ هو ابونا قال حرام ولا ايه؟ لا بس اللي كانت بتشربه معايا خلاص راحت وسابتني واتحرمت منه. يبقى ازاي انا استطعمه من غيرها يا ابني؟ ايوه بس هي في الملكوت دلوقتي يا عم نجيب واكيد مبسوطه اكتر مننا. اذكر الخل والمراره التي شربها يسوع من اجلك وبذلك تضبط نفسك. يا ابني مش كفايه انك حارم نفسك من بيتك ومراتك وقاعد هنا عشان تجيب حق اللي راحوا؟ ايه يعني لما انا احرم نفسي من حاجه ولا اتنين عشان احس ان انا بشكك برضه يا بطل؟ اللي يريحك يا ابويا. الرب يرعاك يا ابني. الرب يرعاك. ما ينفعش من غير توكيل. هيروح يقول لهم ايه يعني؟ صاحبه من طرفه؟ مفيش الكلام ده يا محمد بيه. اعمل لي توكيل الاول. مع السلامة. شكلك مشغول قوي. ده انت حتى ما جبتليش حاجة اشربها. المكان مكانك يا ماما. قومي اعملي اللي انت عايزاه. ياه للدرجة دي؟ ويا ترى ايه بقى اللي شغلك عني؟ جرايه يا منى ده ورق شغل. وبتزعقلي كمان. اصل في حدود لكل حاجة يعني. حدود؟ ده انا بعمل معاك اللي ما بعملوش مع جوزي. وتقولي حدود؟ وفي ايه يا منى؟ في ايه انت يا اشرف؟ واضح ان انت فاضيه بقى وجايه روايه. اتفضلي اتكلمي انا سامعك. عندي مشكله وعايزك تحلها لي. طب وايه الجديد يعني؟ وانت على طول عندك مشاكل. لما بتبقى مشاكل لوحدي انا اللي بحلها وما اطلبش من حد يحلها لي. لكن لما بتبقى شريك معايا فيها يبقى غصب عنك لازم تحلها لي. وايه بقى ان شاء الله المشكله اللي انا شريك معاكي فيها؟ اني بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. شريك معايا فيها دي ولا مش شريك؟ مش بقولك انت فاضيه. لا وتافهه كمان. والله طب اهو جريئه. وانا في ايه؟ ما انا تافهه بقى. تافهه مجنونه صحيح. عشمتني بالحلقه خرمت انا وداني. قوم يا صالح يا حبيبي ادخل اوضتك. اوضته ايه يا حبيبتي؟ انت بتضحكي على الواد ولا ايه؟ معلش يا دناي اصل امك ما تعرفش. ما تعرفيش يا اختي ان البيت ده كله ما فيهوش غير مطرحين وبس. قوم يا سليم ادخل اوضه ستك وغير هدومك. هو في ايه؟ في ايه؟ هو كلام الليل مدهون بزبده يطلع عليه النهار يسيح. انت مش قلتي هتجيبي لي شقه في زايد؟ ابص الاقيكي داخله لي وفي ايدك الواد. ليه يا اختي؟ هو القصر والحرام لك اللي يحتكم عليه جوزك هيضيق باوضه الواد؟ ما انت لو تصبري على رزقك مش هتقولي اي كلام. ما هو كله كلام في كلام بلانيله بقى. الواد هيقعد عندك كام يوم؟ اسبوع بالكتير. طب افهم ليه؟ عشان ابوه اخد براءه من القضيه اياها وانت عارفه ان ايده طايله ويعرف ناس في الداخليه. مش عايزاه يرجع ياخد مني ابني تاني. يعني هو جوزك ايده مش اطول منه؟ لا ايده اطول منه بس احنا متفقين انه ما يتدخلش في اي حاجه ليها علاقه بالواد. وجمال ماله مال الواد؟
اشحال لو ما كانتش حضنته من حقك. حق ايه يا حبيبتي؟ هي البلد اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دي فيها حاجه اسمها حق ومستحق؟ البلد دلوقتي بقى اللي بيقدر يعمل حاجه يعملها من صغيرها لكبيرها. يعني انت جايبه الواد عندي التويه عشان جمال ما يعرفوش سكه؟ الله ينور عليكي. هيقعد معاكي كام يوم؟ انا عايزه جمال يلف حوالين نفسه لحد ما يخبط راسه في الحيط، وبعدين هبقى اخد منك الولد. ايكم تمام، اتحرك انت. خد دوق ده وقول لي هتعرفه ولا لا. ما تشمش سف على طول. يا ستر ده ايه ده؟ ده بردقوش. افتكرته. ابويا الله يرحمه كان بيغليه يشربه لما يكون عنده برد. البرد والكبد والقولون وحاجات تانية كتير. كانوا زمان فاكرينه بيطرد الحزن. كانش حد غلب. كان زمانه دلوقتي اغلى من البودرة. صح. وكانت الداخلية عملت له إدارة مكافحة البردقوش. أيوة يا عم اضحك بقى وعديها. قول لي ناوي على إيه؟ ناوي أسافر. في حاجات بره لازم أروح أجيبها. من غيرها مش هعرف أعمل أي حاجة. الحاجات دي عند حد؟ لا. في بنك. وقت ما تنوي قول لي. أنا ليا في كل بلد زبون من اللي بصدر لهم الشغل ده. ويخدمه يعني. أكيد. هو بس مشوار البنك ولا في مصلحة تانية؟ ما تشغلش دماغك أنت. يبقى فيه. ولازم أطمن عليك يا صاحبي. لازم أعرف مكان المهدي وأروح له. هو مش آخر الخيط. بس أنا متأكد إن أنا هعرف منه كل حاجة. وبعد ما تعرف؟ هرد له الواجب مرتين. المهدي هو اللي بلغ عني. وأنا مش هعديها له أبداً. الواجب التاني؟ تولين. لازم أخرجها من الجحيم اللي معيشها فيه. غلبانة أوي البنت دي. أديك أنت شفتها بنفسك. عندها مشاكل قد عمرها 100 مرة. رغم كده ساعدتني ووقفت جنبي ومش عايزة مني أي حاجة. عبرك. ألو. أنت مين؟ أستاذ. أستاذ ما ينفعش كده. أستاذ. اتفضل أنتوا. الحمد لله على السلامة. سليم فين؟ موجود وبخير لو فلوسي موجودة وبخير. يعني إيه؟ بلاش نلف وندور على بعض، أنت عارف كويس أوي. ابني فين يا كومي؟ هرجعهولك لما ترجعلي فلوسي اللي أخدتها مني. فلوس إيه اللي بتساومني بيها على ابني دي؟ الفلوس اللي أخدتها مني. الواد بتاع نقل الأموال اعترف على كل حاجة يا جمال. مين الواد ده؟ بلاش نستعبط. ابنك موجود عندي ومش في البيت عشان تبقى عارف. وفي الحفظ والصون. والله رجعت لي فلوسي، رجعت لك ابنك. ما كانش يبقى انت حر، وفلوسي برضه هعرف ارجعها يا جمال. ورحمة ابويا يا كومي. لو ابني حصل له حاجة هسلخك وانت صاحي. اعمل اللي انت عايزه. عندك 48 ساعة عشان تجيب فلوسي. عمو صابر. مساء الكل. قرأت بكرة كلها اهي. شكرا. العفو يا استاذة. أنا آسف يا جيم، بس والله العظيم أول ما كلمني ما كنت فاهم الموضوع كده خالص. عارف يا أشرف، مش ده المهم. هو كان لازم يقابلني بأي شكل وخلاص. يتذبح وتساوى وقتي وفرق على الناس كلها. مبروك البراءة يا جمال. والنعمة ذبحت عجل حلاوة البراءة. براءة لحاجة ما عملتهاش؟ معلش يا صاحبي. أحسن من السجن على حاجة برضه ما عملتهاش. في إيه مالكم؟ فلوس الكومي اتسرقت من كام يوم وهي بتتنقل. فلوس الكومي؟ انت مالك بموضوع زي ده؟ هو بيقول لي انا اللي عاملها لحسابي، والواد قال عليا كمان. واد مين؟ سواق عربية نقل الاموال. الكومي خطف ابني يا بوبو، وبيساومني لو ما رجعتش الفلوس مش هشوف الواد تاني. ما يكونش عندك فكرة. املاك الكومي كلها قد ايه؟ ساعة زمن واحصرها لك ونحوطها وقتي. اكيد سليم مستخبي في واحدة منهم. اللي عايز اعرفه دلوقتي مين اللي ورا كل ده ومصلحته ايه بالظبط؟ حاجة حاجة يا صاحبي. ما تكربش الدنيا على دماغك. كل اللي عايز تعرفه هتعرفه يا جيم. بس زي ما بوب بيقول لك حاجه حاجه. احنا النهارده قدرنا نحل اهم حاجه وهي براءتك. ما
وهنحل اللي بعدين ان شاء الله. برات ايه يا اشرف؟ برات ايه اللي ملهاش لا طعم ولا قيمه دي؟ هي الدنيا مالها فيها ايه؟ ليه كل ما تروق ترجع تتعكر تاني؟ مين اللي عايز يوقعني كل ما بقف على رجلي؟ اليوم اللي اقدر امشي فيه في الشارع رافع راسي لفوق الاقي ابويا مات وابني مش في ايدي. الظاهر ان انا مش مكتوب لي راحه في الدنيا دي.